السلام عليكم طلاب الصف الثالث. عندي موضوع قواعدي من مواضيع الوحدة السابعة. Adverbs الظروف. Adverbs الظروف. عندنا الثلاث ظروف. Adverbs of manner ظروف الحال. Adverbs of place ظروف المكان. Adverbs of time ظروف الزمان. Adverbs of manner ظروف الحال. Adverbs of place ظروف المكان. Adverbs of time ظروف الزمان. طبعا هذا الموضوع جدا سهل، دائما يجيب من عنده بالامتحان الوزاري بالسؤال الثاني بالقواعد، لو يجيب لك اياه فرع اي او فرع بي، يصير يجيب من عنده فرع اي ويصير يجيب فرع بي. عندي ثلاث ظروف، ظروف الحال وظروف المكان وظروف الزمان. احنا يتطلب من عندنا كل ظرف نعرف كلماته، كل ظرف نعرف كلماته. الان هو بالامتحان الوزاري راح يجيب لك اعد ترتيب الكلمات، يجيب لك كلمه من ظرف الحال وكلمه من ظرف المكان وكلمه من ظرف الزمان ويقول لك اعد ترتيب الكلمات. احنا لازم اول شيء يجينا كلمات ظرف الحال، بعدين كلمات ظرف المكان، بعدين كلمات ظرف الزمان. ظرف الحال أول شيء، ظرف المكان ثاني شيء، ظرف الزمان ثالث شيء. فلهذا لازم نعرف كل ظرف نعرف كلماته. ظرف الحال نعرف كلماته، ظرف المكان نعرف كلماته، وظرف الزمان نعرف كلماته. والترتيب يكون أول شيء كلمات الحال، ثاني شيء كلمات المكان، ثالث شيء كلمات الزمان. الترتيب يكون عندي حال مكان زمان، حال مكان زمان. نجي على ظروف الحال. ظروف الحال Adverbs of manner ظروف الحال. دائما ظروف الحال كلماته تكون منتهية بLY، دائما ظرف الحال كلماته تكون منتهية بLY. فمنشوف كلمة منتهية بLY مباشرة تعرف هذا ظرف حال، بس تشوف كلمة منتهية بLY مباشرة تعرف هذا ظرف حال. فنجي على ظرف الحال. ظرف الحال Adverbs of manner اللي دائما تكون كلماته منتهية بLY. نجي نشوف الكلمات مال ظرف الحال. slowly quickly happily، شوف منتهية كله بLY. slowly quickly happily loudly politely easily badly well heavily. إضافة إلى عندي كلمات من ظرف الحال by car بواسطة السيارة، by bus باص يعني حافلة، by train بواسطة القطار train قطار، in a hurry في عجل في سرعة، in a hurry on foot يعني على القدم على الأقدام. طلاب هذه كلمات ظرف الحال، تقرأ الكلمات تعرفين، حتى من تجي كلمة تعرف هذه الكلمة ظرف حال. كلمات ظرف الحال slowly quickly happily loudly politely easily badly well heavily by car by bus by train in a hurry on foot. هذه الكلمات كلها كلمات ظرف حال، كلها كلمات ظرف حال. نجي على ظرف المكان Adverbs of place ظروف المكان، place مكان. Adverbs of place ظروف المكان. نجي نشوف كلمات ظروف المكان، يعني يكون عندك مكان. من ضمن كلمات ظروف المكان here يعني هنا، out خارج، there هناك. هاي الكلمات كلها تعود لظرف المكان here out there. ويكون عندي مكان in the park في المتنزه، in the school في المدرسة مكان يكون، in the garden في الحديقة، in the hotel في الفندق، in the race في السباق في حلبة السباق، the house البيت airport مطار. ومن تكون بمحافظة بمدينة، in بغداد in موصل in بصرة أي مدينة، in the city في المدينة. شوف هاي الكلمات كلها من ظرف المكان، لازم تعرف كلمات ظرف المكان here out there in the park in the school in the garden in the hotel
in the race, the house, airport, in Baghdad, in Mosul, in the city. هاي الكلمات كلها كلمات ظرف مكان. آخر شيء نيجي على ظرف الزمان، نعرف كلمات ظرف الزمان adverbs of time. adverbs of time ظروف الزمان، عندي ظروف محددة وظروف غير محددة. زمان now الآن tomorrow غدا، شوف هاي كلمات من ظرف الزمان now الآن tomorrow غدا yesterday البارحة in the morning في الصباح in the evening في المساء at night في الليل every day كل يوم last week الأسبوع الماضي أو الفات last year last night. شوف هاي الكلمات كلها ظرف زمان every year every week every month كلها كلمات ظرف زمان. عندي ظروف غير محددة اللي هي ظروف التتابع والتكرار always دائما often غالبا usually عادة sometimes أحيانا never أبدا. فظروف الزمان ظروف محددة وظروف غير محددة. نجي نعرف كلمات ظرف الزمان اللي هي now tomorrow yesterday in the morning in the evening at night every day last week last year last night every year every week every month. ظروف غير محددة always often usually sometimes never. طلاب حددنا لكم كل ظرف كلمات اللي بكل ظرف، ظرف الحال شنو كلماته قريناها، ظرف المكان قرينا كلماته، ظرف الزمان قرينا كلماته، كل ظرف نعرف كلماته. والترتيب راح يكون ظرف الحال أول شيء، ظرف المكان ثاني شيء، ظرف الزمان ثالث شيء. أهم شيء أنت تعرف الكلمة تعود ليا ظرف، حتى من يقول لك أعد ترتيب الكلمات حتى تجيب كلمة ظرف الحال أول شيء، بعدها ظرف المكان، بعدها ظرف الزمان. نقلب الورقة. ترتيب الظروف، ترتيب الظروف، حال مكان زمان، حال مكان زمان. طلاب ترتيب الظروف، كلمات الحال أول شيء، بعدين المكان ثاني شيء، الزمان ثالث شيء. أول شيء الحال، ثاني شيء المكان، ثالث شيء الزمان. الآن هو راح يجيب لك كلمات، يجيب لك ثلاث كلمات، يقول لك أعد ترتيب، أعد ترتيب، أعد ترتيب الكلمات. إحنا لازم أو كلمة ظرف الحال أول شيء، بعدها المكان، بعدها الزمان. وربما يجيب لك اختيارات، اختيارات مثل اختيارين أو ثلاث اختيارات، راح يكون الثلاث اختيارات اختيارين ترتيب الظروف غير صحيح، مو صحيح. وواحد ترتيبه صحيح يكون ظرف الحال مكان زمان ترتيبه صحيح. فربما يجيب لك إياه بطريقتين هذا الموضوع. أعد ترتيب الكلمات، أنت ترتب، لازم كلمة ظرف الحال أول شيء تضعها، بعدين المكان، بعدين الزمان، ويجيب لك إياه اختيارات تختار الترتيب الصحيح اللي هو حال مكان زمان. ترتيب الظروف، الحال أول شيء، المكان، الزمان. شوف هذا السؤال My father drove the car، يجيب لك فراغ. إيه أنا بنهاية الفراغ راح يجيب لك الكلمات، بس ماكو مجال بعد، الورقة ما تكفي، كتبنا جوا، كتبنا جوا. Reorder، أعد ترتيب، put in order، ضع في ترتيب. راح يقول لك Reorder يعني أعد ترتيب، put in order، ضع في ترتيب، ويجيب لك كلمة من ظرف الحال وكلمة من ظرف مكان وكلمة من ظرف الزمان، يجيب لك ثلاث كلمات. احنا الترتيب لازم يكون حال مكان زمان. نقرأ الكلمات، يقول لي reorder، اعد ترتيب، put in order، ضع في ترتيب. to the house، الى البيت، well معناها تجي حسن او بصورة جيدة، yesterday، yesterday. شوف نجي اول كلمة هذه to the house، عندي هاوس بيت، هذه من ظروف من ظرف المكان، هذه الكلمة to the house من ظرف المكان. will من كلمات ظرف الحال، will من كلمات ظرف الحال. yesterday من كلمات ظرف الزمان، جايب لي مكان حال زمان، مكان حال زمان. أنا الترتيب يكون الحال أول شيء، بعدين المكان، بعدين الزمان. فنجيب كلمة الحال أول شيء will،
بعدين المكان to the house، ثاني شيء بعدين الزمان، فراح يكون الجواب will to the house yesterday، will to the house yesterday. كلمة الحال أول شيء، كلمة المكان ثاني شيء، كلمة الزمان ثالث شيء، لأن ترتيبنا يكون حال مكان زمان. سؤال آخر، she received her father، she received her father. put in order، reorder، ضع في ترتيب أو أعد ترتيب. منطيني ثلاث كلمات، at the airport، في المطار، شوف هذا مكان airport جاني مكان. yesterday زمان. happily، شوف الكلمة منتهية بLY، بس أشوف كلمة منتهية بLY هذا ظرف حال، بس أشوف كلمة منتهية بLY هذا ظرف حال. فين يقول لي put in order، ضع في ترتيب، reorder، أعد ترتيب، جايب لي مكان زمان حال، مكان زمان حال. أنا الترتيب الصحيح لازم حال مكان زمان، فأكتب أعيد كتابة الجملة، she received her father، she received her father. وتريد تكتب بس الكلمات، ترتبهن تكتبهن هم كافي، فقط بس ترتيب الكلمات. نجي عندي at the airport yesterday happily، أول شيء جيب كلمة الحال happily، happily أول شيء كلمة الحال happily، بعدين المكان at the airport، at the airport، بعدين الزمان yesterday، فراح يكون الجواب ترتيب الجواب راح يكون happily at the airport yesterday، happily at the airport yesterday. رتبنا الكلمات حسب الجواب الصحيح اللي هو ظرف الحال المكان الزمان. سامي played، سؤال فراغ وعندي كلمات، شي يقول لي جايب لي اختيارات طلاب، سامي played فراغ وجايب لي ثلاث اختيارات، جايب لي ثلاث اختيارات، جايب كلمة من ظرف المكان، كلمة من ظرف الزمان، كلمة من ظرف الحال. احنا راح نشوف ياها الترتيب اللي مرتبه صحيح. الترتيب الصحيح يكون حال مكان زمان، يكون حال مكان زمان. نجي على الكلمات، will هذه من كلمات الحال، in the race من كلمات المكان، last week زمان، last week زمان. شوفوا طلاب، will حال، in the race مكان، last week زمان، هذا ترتيب صحيح. نجي على الاختيار الثاني، will حال، last week زمان، in the race مكان. will حال صحيح أول شيء، بعد الحال يجيني مكان عود زمان، هو شو مسوي؟ جايب لي last week الزمان عود المكان، جايب لي الزمان قبل المكان، الزمان قبل المكان. أنا لازم المكان، لازم المكان عود الزمان، فليش هي أنا غلط؟ لأن قدم للزمان على المكان، هذه ليش غلط؟ last week will in the race. ليش غلط؟ جاب لي الزمان أول شيء، زمان حال مكان، أنا لازم حال مكان زمان، فشوف هذه ليش غلط؟ لأن جاب للزمان أول شيء، الترتيب يكون غلط بهذا الحالة، لازم يكون عندي حال مكان زمان. فين جاب للزمان بالبداية؟ غلط، فهذا الترتيب غلط، جايب لي زمان حال مكان، هو لازم حال مكان زمان. ليش هذا الجواب صحيح؟ will in the race last week، جاب لي كلمة will أول شيء اللي هي من كلمات الحال، in the race من كلمات المكان ثاني شيء، last week من كلمات الزمان ثالث كلمة، فهذا الترتيب هو الاختيار الصحيح، حال مكان زمان، will in the race last week. it rained dash، وثلاث اختيارات، هم جايب لي كلمة من ظرف الحال، كلمة من ظرف المكان، كلمة من ظرف الزمان، راح نختار الاختيار الصحيح حسب ترتيب الجدول، حال مكان زمان. نجي، ليش هذا أول اختيار غلط؟ last night اللي هو زمان خلاه بالبداية، heavily حال، in بغداد مكان، حال مكان لازم ورا المكان زمان، شوف جاب لي الزمان بالبداية، جاب لي ظرف الزمان بالبداية، last night زمان بالبداية، إذن غلط، أني ترتيبي لازم يكون حال مكان زمان، هو جاب لي زمان بالبداية، قبل غلط هذا الاختيار،
last night زمان heavily حال in Baghdad مكان. الاختيار الثاني heavily in Baghdad last night هذا الاختيار صحيح. ليش؟ heavily حال in Baghdad مكان last night زمان ترتيب صحيح ومضبوط 100%. لان انا الترتيب يكون عندي كلمة الحال بعدين المكان بعدين الزمان. جاب لي heavily حال in Baghdad مكان last night زمان فهذا الاختيار الصحيح. ليش هذا الاختيار غلط in Baghdad heavily last night؟ شوف جاب لي المكان اول شيء مكان حال زمان جاب لي مكان حال زمان in Baghdad heavily last night in Baghdad heavily last night جاب لي مكان حال زمان أنا لازم حال مكان زمان فهذا الترتيب غلط وهذا الاختيار الصحيح heavily in Baghdad last night. فطلاب هذا الموضوع جدا مهم وسهل. أنت لازم يكون عندك يجيب لك كلمات يقول لك رتبهن أو يجيب لك اختيارات تختار الكلمات اللي مرتبة صحيح. الترتيب يكون كلمات الحال أول شيء كلمات المكان كلمات الزمان ثالث شيء. أول شيء حال ثاني شيء مكان ثالث شيء زمان. أنت بهذا الحالة لازم تقرأ كلمات ظرف الحال كلمات ظرف المكان كلمات ظرف الزمان حتى من تجيك الكلمات ويكتب لك put in order ضع في ترتيب أو reorder حتى من يشوف الكلمات تعرف ياهي مكان ياهي زمان ياهي حال وترتب حسب الجدول حال مكان زمان أو إذا جاب اختيارات تختار الاختيار اللي مرتب صحيح حال مكان زمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.